لي بأشياء كثيرة لكن أنا سعيد أكون بينكم، وشكرا على الاستضافة والكلام الجميل. شكرا أخ فارس، شكرا أسيس، يعني بصراحة أنتوا تخجلونا وتخلوا الواحد يعني يحس أنه ولا شيء أمام محبة الأخوة والأخوات في كل العالم. خليني أرجع بمناسبة وجود الوالد والوالدة، لازم أشارك شيء يتعلق بهذا الأمر، لأنه إحنا اللي جايين من خلفية تانية بيكون عنا بعض الهموم وبعض المسائل اللي بتتعبنا أكثر من أشياء أخرى. وأعتقد اللي عنده واحد غير مؤمن في عائلته حتى لو كان مسيحي بالاسم بيحس بنفس الكلام، فبتكون هي شغلنا الشاغل. لما كنت أقرأ في متى 10 والآيات 34 إلى 42، قال السيد المسيح: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيتي. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. صعبة هذه الآيات. المسيح يقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ويقول أني جئت لأفرق الإنسان ضد أبي. هل المسيح جاء ليفرق الناس؟ لا. هل المسيح جاء ليفرق العائلات؟ طب ليه؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ هل المسيح يريد أنا أكون ضد أبي وأبي ضدي؟ لا. المسيح يريدنا نكون معا في حب المسيح. هناك أفعال في الكتاب مباشرة وهناك أفعال غير مباشرة. دايما أقول للناس لما تجاوبوا المسلمين فكروا في شيء اسمه أفعال مباشرة وأفعال غير مباشرة. مثل عندما يقول الله أني قصيت قلب فرعون، هل الله يحب قص قلوب الناس؟ لا. فالفعل هو غير مباشر، هو قام أرسل موسى، لكن جواب فرعون كان جواب قاسي، فهو قصاه بطريقة غير مباشرة، فعل غير مباشر. أنا عملت بعثت موسى، لكن هو جاوب بالقساوة. الله لم يقص قلب فرعون مباشرة، لكن كان رد فعله، فسمي الفعل لأنه غير مباشر. المسيح قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبي. المسيح ما جاء ليفرق الإنسان ضد أبي، فعل غير مباشر. المسيح جاء وقال آمنوا بي، في نفس العائلة واحد سيؤمن به واحد سيرفضه، فصار المسيح وكأنه هو اللي فرقهم. في الحقيقة المسيح ما فرقهم، المسيح يحب هذا يؤمن وهذا يؤمن، لكن سمي أنه يفرق بناء على رد الفعل، فهو فعل غير مباشر. أحيانا ننسب لله أشياء وهي تكون فعل غير مباشر. والدي تعب علي كثيرا، والكتاب المقدس يقول أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. لو عايز أيامك تطول أكرم أباك وأمك. وأتذكر أنه أيام زمان والمتاعب اللي عملتها لأبويا وأمي، وهم يسمعوا الآن، الوالد عملت له متاعب كثيرة. حطوا نفسكم مكانه،
هو اللي يصلي بالناس في المسجد، وهو الإمام، وهو الذي يخطب. واحد من الناس اللي ما يفهم مثل ما هو يفهم، ما قرأ القرآن زيه، وما حفظ زيه، وما تعب زيه، يجي لعنده بآخر الأمر وبيقول له أنت عايز تكلمنا، روح كلم ابنك وطالع هيك. والوالدة يجوا لعندها وكمان نفس الشيء. كم صعب، الناس فاكرة أنه صعب علينا إحنا بس، صعب على والدينا أيضا. قديش بنتألم لألمهم. وأتمنى أنه كان الأمر يتعلق بشيء آخر غير المسيح، كنت تطيعهم لآخر الأمر حتى ما تسبب لهم اللي بيشوفوه. لكن الأمر يتعلق بالمسيح، بالمصير، بحياتك. يا إما تخسر حياتك، يا إما تخسر أبوك وأمك، وبتصير عندك ميزان. ما أصعب من ميزان. الوالد كان بيكلمني ويحكي لي إنه أحيانا كان بيحس إنه لو تبلعوا الأرض. كان بيكون في اجتماع مثلا، مرة كان عايز يتكلم وحد وقفه في وسط الاجتماع وقال له أنت ما تتكلم بسبب ابنك. أبوي علمني عشان في يوم الأيام يقف أمام الناس ويفتخر ويقول هذا ابني، هذا علمته وحفظته على إيدي. على فكرة أنا تعلمت الأبجدية على إيده، الألف والباء والتاء تعلمت على إيده، وحفظت أول سور القرآن على إيده، وتعلمت عن ربنا على إيده. هم ناس طيبين وبيحبوا ربنا. تأخرت عليكم لأنه كان لازم أخذه أرجعه للأوتيل يصلي، واستناه لحد ما يخلص عشان أجيبه لعندكم. صعب. لا. كنت بكلمه هذه الأيام وبيشوف بعض الأشياء وبنتكلم، بنصارح بعض زي ابن مع أبوه. أحيانا بنزعل من بعض، وأحيانا بنضحك مع بعض، وأحيانا بننكت مع بعض حتى. يعني ما تغلطوا، الشيوخ بينكتوا أحسن منكم يعني. ويدور ويقول لي أنا حفظت القرآن في 16 سنة. عايز تقول لي إنه كل اللي عملته راح على الفاضي؟ أنا عمري 72 سنة. عايز تقول لي إن عمره عشته كله على الفاضي؟ صعب. حط نفسك مكانه. وبصراحة هو قال أيضا صار ما يجي له نوم، لأنه لما تصير تحط المسائل بتاع المصير قدامك صار ما يجي له نوم. لكن خليني أحكي بعض الأشياء. والدي هو اللي سماني رشيد، مش أمي على فكرة. سماني رشيد لأنه في آية قرآنية، وصححني لو أنا غلطت، لأنه ما بقدر أحكي القرآن قدامه على فكرة. أليس منكم رجل رشيد، صح ولا لا؟ قال سماني على آية قرآنية. وأحكي لكم هذه القصة لأنه مهمة جدا. الوالدة وهي حامل بي شافت حلم
أنا ما بحب أحكيها إلا في وجودهم عشان ما حد يقول أنا بخترعها. شافت حلم قبل ما بولد. في ست جاتها في الحلم وقالت لها أسميه اسم خاص. ممكن تقولي أمي؟ سميه فاتح الدين. ما عرفت شو هالاسم عنا غريب في العائلة. فاكرين قصة يوحنا؟ قال سموه يوحنا، قالوا لها ليه حتسميه يوحنا؟ ما عندك واحد في العائلة تسميه يوحنا؟ فاحنا قالها ليه نسميه يوحنا؟ قال انا مصمم يتسمى رشيد ويتسمى رشيد. بتعرفوا انه رأي الرجل في العالم العربي ما بيمشي على رأي الست. فمشي رأيه. لما أمنت بالمسيح مرة رحت لعند، كان وقت صعب، قلت لها أمي فاكرة الحلم؟ قلت لي إيه؟ قلت لها احكي لي إياه كمان مرة لأنه أنا سمعته مليون مرة. قالت لي أنا يعني أنت عارف كان لازم أسميك فاتح الدين. قلت لها أي دين حفتحه لو ما كان فعلا عن المسيح. وأنا أعتقد أن الله جابني بالأول عشان يفتح لهذه العيلة، رغم إحنا بنقول أن المسيح مش دين، لكن في مجمله الدين رمز لشيء كويس. الدين رمز لشيء وحش لما يصير عبارة عن طقوس. أما لما نتكلم بصفة عامة وبلغة عامية الدين مش كلمة وحشة، إلا لما نحب نوضح. فأنا أطلب أن الله يجمعنا، لأنه أنا خسرت الكثير من سنوات مع والدي ووالدتي، مش حابب أخسر الأبدية، عايز نقضيها مع بعض. ربنا يبارككم.